बात चल गई है, कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है, सुबह शाम तेजी के साथ सफर गुजर रहा है, तो ऐसा ना हो कि इसी गफलत में हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए और हम सोचते रह गए और बाद में हाथ मलते रह जाए, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कुरान और हदीस की महफिलों में बैठें, अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठें, तबलीग व दावत के हलकों में बैठें, ताकि क़यामत के, जन्नत के, जहन्नम के, कब्र के, हशर के तज़किरे हों, तब जाकर के ये बात दिल में उतरती जाती रहेगी, सबक ताज़ा रहेगा, याद रहेगा। क्या ख्याल है फिर कुछ माहौल को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हम जुम्मे में तशरीफ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हर हर नमाज में मस्जिद के अंदर पाबंदी, फिर वहाँ जो हल्के लगते हैं उसमें पाबंदी, फिर तबलीग दावत के हल्के होते हैं उसमें पाबंदी, फिर कराची के मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं खानकाहों की शक्ल में, जो अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, अल्लाह का तारुफ करवाते हैं, जिक्र सिखाते हैं, उन खानकाहों में अपने आप को पाबंद बनाएं, ताकि इन नेक माहौलों की वजह से आखिरत हमारे निगाहों के सामने रहे। जब आखिरत होगी ना निगाहों के सामने, तो उसकी तैयारी भी फिर मुमकिन होगी, और अगर निगाहों से आखिरत ओझल हो जाए और आखिरत कोई भूल जाए, तो फिर जाहिर सी बात है फिर नेक आमाल करना और गुनाहों से बचना, फिर ये दोनों बराबर हो जाता है। इहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अपने बाकी ज़िंदगी को पूरे एहसास के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, और गफलत से निकलने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
منكم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. अगली सफ़ा को पहले बुलकर लीजिए, बच्चे सफ़े दरमियान से दाएं बाएं बनाइए, खुद आगे बढ़े जहाँ जगह खाली हो। जो कदम आगे बढ़ते हैं अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाते हैं, हर कदम पे नेकी मिलती है, गुनाह माफ़ होता है, दर्जा बुलंद होता है। कल इंशाल्लाह हफ्ते का दिन है, फिर उसके बाद इतवार हसब तरतीब, फजर की नमाज के बाद, इशराक के बाद कुरान करीम की ज़बान सीखने के हवाले से जो हमारे यहाँ क्लास लगती है इंशाल्लाह कल और परसों लगेगी, तो साथ ही इसमें अपन तरतीब से शिरकत फरमाएं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان ہے یہ ہمارے ساتھ مسجد کے بائیں طرف پہلو میں کام چل رہا ہے تو وہ کھدائیاں بھی چل رہی ہیں
تو ان کھدائیوں میں یہاں جو مسجد میں لائن آتی ہے گیس کی وہ بھی اکھڑ گئی ہے یا غلطی سے انہوں نے اکھاڑ دی ہے. تو کئی دنوں سے مسلسل ان سے بات کی جا رہی ہے تو لیکن کوئی شنوائی ہو نہیں رہی, تقریباً کوئی 8-10 دن ہو گئے. تو اب حضرات میں سے کوئی ایسا صاحب موقع ہو کہ جس کو اللہ نے موقع دیا ہو وہ آگے بات کر سکتا ہو, کیونکہ آپ کے سامنے ٹھنڈک بھی ہے, فجر میں عشاء میں وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور اسی میں مسجد کا جو گیزر ہے پانی کا وہ بھی بند پڑا ہے. ظاہر ہے جب لائن کٹ گئی ہے تو اس میں گیس نہیں آ رہا تو اس سے وہ گیزر بھی نہیں چل سکتا, اور ساتھ میں گھر ہیں امام صاحب مؤذن صاحب خدام کے تو وہ سسٹم بھی مکمل بند ہے. تو اس وجہ سے جن کے بس میں ہو سکتا ہو تو فون کر کے جیسے بھی طریقے سے ممکن ہو اس کا آج انتظام کروا لیا جائے. انشاءاللہ پانی گرم ہوگا, لوگ گرم پانی سے وضو کریں گے, تو جس نے بھی کوشش کی ہوگی انشاءاللہ ان سب کو خالی ایک فون کے کرنے پر سب کا اجر و ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا. آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین یا اول الاولین ویا المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى صالح الأعمال فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.